إذن أنتم بعض النخ إجدان ذي الخارج تعوان صبط صح وما ضالحن غث ما ثنسن إقوازام نجمان جالغ دنسين تموران أوروبا أوران تموران ميدن أنغني محمد أبو الغازي جنتان فائل جمعوي وانتان ميسن أكنولي سوالان غزيث مواثن فرنسا من غيني قوارنس وما جمال سقسي دايد خدورة المغرب يعني دوس وجد المغاربة يجان ذي الخارج يعني خسنا دات فنغات مواثن سن سوجادني ونبذو فعلا قين ديني وذان سوجاد زيروخ يعني قين قوان ذا حضارنا ذا رنداني عشباسنا ذا حضارني الزاجن التراوي حديث مزيدا وين المغرب قياش ثمات سن هذين زيارة الأقارب هذين صلة الرحيم هذ ساهمن دي أعمال الخير دي ثمواثن سن يعني قين ذيني وذن سوجاد بشادة سن ذي سنين غي عيدن رعيضة مزيادة داي سنين سوجدني رعيضة مقران داي سنين سوجدني ونبذو على كل حال ديني جنوس وجد مقران سقواسا الجالية يجان دي المغرب يعني قعاور وزيروخ كورشين يور نسن عادي قيم خاربي عادي قيم كتازي ترتشواري ونبذو ولكن كورشي السور ما تعوحظ ما يعني داي نخذت سقسان يعني ناس قسين يمزوار وشيني ما دينشان المغرب ما تعوحظ غير المغرب ما كاين شي مغرب يعني بتعابير مختلفة يعني كلها تصب في هدف واحد وهو الدخول إلى المغرب يعني أسكوسا يعني من غنينين يعني المغرب دي جنت مواث دي جنت مواث وثاوي سمو دي ثمورا العالم لأن توريغ نشذانيتين الجاليات العالم بأسره يعني وغاس نبوشا الرغبة غاث مواث نسنش تجاغ المغاربة خاصة الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث حتى الأجيال دي آخر قندانيتين يعني شان قضع زيس الرياس شان الناغو الدقايين يمكننا ذا نسا الخن يمكننا زي الهوية نسان يمكننا ذا رحنا يمكن ولكن الحمد لله لاني اثنين يعني متعلقون بوطنهم متعلقون بأرضهم نتمنى سن التوفيق إن شاء الله بهم إن شاء الله سوف تتطور وتتقدم ثمواث نسان أنيني قوران قان إيق وازام نجمان ران خبرت نربار ورا خربحان ورا زيجيه توجنا ذيني إيجو سيتم ضام قران زي مالي مرابين طوان غيجان ذي الخارج حومان أدسن أضاوحن غثمانسن على حساب الوقت إستوجدن إياروحا